تيجي تقول لي الشيخ بينفع والشيخ بيضر، شيوخ دير ما اندونيسي، وخليك ارجل من اي واحد فيهم. ما اندونيسي، ما اندونيسي، ليس لك من الامر شيء. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فانى تسحرون. الله سبحانه وتعالى قال في القران: قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولياء. مالون الاولياء؟ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ام هل تستوي الظلمات والنور، ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى تجي تنادي لي فلان يا اخي وعلان يا اخي، غريه كامله يا امه، غريه كامله، رجال بشنبات، شباب بعضلات، عجائز بعكاكيز، نساوين باولاد. جد ارتفوا من علم وقول لك ده بيان سيدي فلان، بيان زول يوم اصحى الصباح ولو رايت الشيخ قال لي يسوي بيان في في في, في, في الواطه الفلانيه، الواطه تلقى اسمح واطه في الفريق، يهجروها جد، سووا لها مربع وقفص زي قفص الحمامه، تقول الشيخ كير بتاع حمام، سووا له قفص، وده ده بيان الشيخ. ونحن بنزل لهم كذي، نزل لهم كذي، لانهم خدتوا محلهم، خدتوا نفسهم في محل صعب. انت بتخط راسك بالله سبحانه وتعالى، انت بتساوي ربك سبحانه وتعالى. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء. برع عبد ولا سيد، مكاشف عبد ولا سيد، كباش عبد ولا سيد، صايم ديما عبد ولا سيد، حسن وتحسون عبد ولا سيد، التوم والبنجع عبد ولا سيد، كرفاس عبد ولا سيد، دفع الله المصوبا عبد ولا سيد، احمد طيب البشير عبد ولا سيد. ده العباد لله، ناخدهم مع الله، ننادي الله وننادون عباد اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. ننادون في الشدائد، والشدائد قاعدة في بلدنا، ما زحوا ليه الصفوف دي؟ ما شايفينها؟ ما يزحوها؟ ما فيهم خير الصفوف دي؟ الدقيق ما يركضوه هبل، وين شغلهم؟ وجا اخ بتاع قادرية في الشقيلة سرقوا عربيته الا جابوها في الجريدة، اختفاء سيارة اكسن لشيخ القادرية ولم يوجد عليها بلاغ فقدان. ابوك الشيخ عربيته أكسن رايحة ملقى، والتريوح غنماية يجوا يسألوا وين الغنماية، يقول لهم بغادي. أغلى الغنماية ولا الأكسن؟ دي غنماية أصل جاب وين دي؟ شهادة عربية؟ غنماية بتاع شنو يا أخي؟ بتاع المجار مسايا، ما عندهم أي شيء يا أخي. براعي جاتوا حصوة لما نودر، لا طين الطريف حلته، لا المحايا البزغوا فيها ملوها بزاغ حلته، للبخر اللي بيتبخروا بها لون يقعدوا في منقد يا اخي يبخروه، بتخجل بخور بتاع رجال بخروك زي الكلام ده، كيف الكلام ده ما عيب؟ قاعدوا يبخروه. واحد قال لي شوف اتعرم، والله قال لي قد شوف اتعرم، قال لي يا عمك في البلد براوحك. انا قال له والله كنت مع الشيخ، واحد غلبنا كل مره ابوه عيان، ابوه عيان وعنده جيوب انفيه، جابوه قال له انا الشيخ سوي له بخره، حقال لي كمان فتح الرحمن، قال مشى الزول بحكي له وقال له مشيت جبت لي ورقه، جبت لي شطه
دخلت الورقة فيها لما نشفت ما لها شطة، قلت لهم دي بخرة خطيرة، جبت عليها قلت خطيرة مرة واحدة. قال بخروك تمت بيه وعمك عنده جيوب أم فيها لما مات انترم مرة واحدة، قال دي بخرة بتاع دينا ودروا مرة واحدة. والله الذي لا إله غيره دي ما تمشي لقدام يا أخي، لسه بتبارك في البخرات. والشيخ لو محايته دي مقتنع بيها بيمشي يدو حقنة، الشيخ مرقد إنه وتحت مخدته كيس بتاع أدوية صيدلية الشفاء واليد البيضاء وحقن، والشيخ يتوجع وتلباته شغالة، وانت تجي عيان اديك ابو بزاق دي يبزغ ليك ما معروف متسويك ما متسويك، ابوك الشيخ بسيف ولا بجازيفة زايد، المهم تف 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 يملاك بزاق ولك الله اشرب، تقرطع في البزاق ويمرض يدو حقنة. شو الإجرام ده كيف؟ والله الذي لا إله غيره دروش كلها ولقبة سايا زول وي، ودول ما بمثلوا الدين عما هي علماني ولا دلقاني يقول لك أيوة، إذن هذا الدين ويجعلنا نسف التراب، ودل دل الصوفية دل ما يوم دل زيكم يا غادي دل ما يوم شبكتكم ما عاد بتلتغوا في طريق الضلال، ما يوم ما بمثلوا الإسلام، جماعة الإخوان المسلمين ما بتمثل الإسلام، صوفية تجانية قادرية نقشبندية طريقة تزعينية طريقة عجلاتية دي جديدة برضو شغل عجلات كلها ما بتمثل الإسلام، جماعة التبليغ ما بتمثل الإسلام، إسلام ده بمثله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، والإسلام ده فوق، إسلام ده فوق، وما بتلقى فيه مسألة واحدة ما منطقية. شفت الإسلام ده كمنطق بتاع عقل صحيح، ما في مسألة واحد بتقدر تطلع فيها الإسلام بليد أبدا ما بتقدر. ولذلك يا جماعة الدين وده التوحيد وده العقيدة وكلامنا مر، والدائر إنه الناس تعتمد على الله تتوكل على الله، مريطة يا شاف يا شفيري سوي السبب بعد أمشي الدكتور يدوك حقل وحبوب، دائر جنة يتزوج يتزوج سوي السبب شوك ضربك بعد ذاك ادعو الله يا الله اديني جنة بديك لو انت ايمان قادر ولا ما قادر. يا خواجيه قبل فتره والله قريتها في الجريده ولدت تزعه خاتينا جنبها كده زي الفيران، انا ما عارف انت قدر كيف ده، دي خواجيه كافره الله رزقت تزعه ولا سبعه، انت مسلم جبهتك بتخطها لله في الواطه ما بديك